احد الزملاء لكي يواصلكم في مسيرة وتحديات هذا الشوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نهني سلمان بن حمد آل حسين على فوزه في الشوط الماضي، فوز الخان وتحطيمه للتوقيت الزمني 6 دقائق بدون ثواني وتسع اجزاء من الثانية، يستاهل الفوز راعي دخان وفي رصيده شداد وسيارة ويستاهل الناموس على هذا الفوز وانطلاقة شوطنا الجديد. والشوط الثالث عشر نتابع وإياكم واندفاعة هذا الشوط، نتابع هناك المراكز الأولى المتقدمة، نتابع الشحانية لخالد. اللي على مقدمة الشوط نتابع هنا انطلاقة اللي على المقدمة هناك اللي هي الشحانية لخالد بن حمد بن صالح القمرة، وأيضا في مقدمة هذا الشوط بينما النقلة على المركز الثاني، المركز الثاني اللي هي مصامخ لعلي بن فران بن علي بن قريع اللي على المركز الثاني، ولكن من الجانب الأيمن نتابع هناك اللي قادمة اللي هي جاه لعبد الله بن غانم بن منصور سيف الخيارين على المركز الثاني الآن، ولكن نرى الدخول في هذه اللحظات من اللي دخلت بنت الشقب لسالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة اللي غير على المركز الثاني مباشرة، بينما المركز الثالث أيضا من غيرت من الجانب الأيمن ورقمها محجوب لكنها بدأت تتسلل في هذه اللحظات في من الجانب الأيمن. نتابع هناك اللي على المركز الثالث، اللي على المركز الثالث وبدأت تتسلل لذهبه لعلي بن حمد بن علي بن راشد بن مقارح على المركز الرابع، المركز الخامس تصل هناك في هذه اللحظات. نتابع وإياكم اللي هي الرياضية لعبد العامر بن عبد الله بن حمد بن حسن المري غيرت إلى المركز الثالث. نعود إلى المقدمة وإلى صدارة هذا الشوط ومع شعار بن قمرة على المركز الأول وعلى المقدمة الشحانية لخالد بن حمد بن صالح القمرة وعملية تضميرها عند محمد بن صالح بن سالم النابت من يقودها في عملية التضمير. نعود إلى المركز الثاني ومن تصل هناك شعار بن حسن مع الرياضية عامر بن عبد الله بن حمد بن حسن المري على المركز الثاني، المركز الثالث بنت الشقب هناك مع سالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة على المركز الثالث، المركز الرابع نتابع هنا جاه لعبد الله بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين على المركز الرابع، المركز الخامس مصامخ على المركز الخامس لعلي بن فران أيضا بن قريع من أيضا انطلقت في هذه اللحظات هنا وغيرت إلى المركز الثاني، ونتمنى لها السلامة إن شاء الله في هذا الشوط. بينما المركز الثالث هناك بنت الشقب والمركز الرابع جاه بدأت تتسلل في هذه اللحظات لعبد الله بن غانم بن منصور سيف الخيارين المركز الرابع من بدأت تتسلل في هذه اللحظات بنت الشقب سالم بن خجيم بن عايض العذبة المري، والمركز الخامس وأول ندى من تسللت في هذه اللحظات بدأت تتسلل في هذه اللحظات. نتابع وإياكم هنا الدخول الجديد مع مزنة عبد الهادي بن عبد الله بن نايفة الهاجري على المركز الثالث الآن أو رابع المراكز، ولكن نعود إلى الشحانية إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق أجمل الله يا الشحانية. خالد بن حمد بن صالح القمرة قامت راس وعصاها في بطانها والستمية متر الأخيرة، وأيضا مع مضمرها محمد بن صالح بن سالم النابت وفي رصيدها 4 سيارات في رصيدها 4 سيارات. الله يا الشحانية بينما جاء على المركز الثاني جاهلي أيضا هناك اللي عبد الله بن غانم بن منصور السيف الخيارين شعار اللورد على المركز الثالث، ولكن خلونا مع الشحانية اللي بدون اي توامر وفي رصيدها 4 سيارات. سلامي عليك يا السندباد القطري، سلامي عليك يا ابو حمد صالح بن حمد القمره
على هذا الانطلاق سلام وتحية واحترام، وإن أتى هذا الناموس ما أتى من فراغ، أتى من ماضيها الجميل. سلام يا الشحانية، سلام سلام يا الشحانية على أرضية ميدانها، على أرضية ميدانها وبدون أي توامر. سلام بن قمرة، سلام سلام اللي صالح بن قمرة على فوز الشحانية بالمركز الأول، والتهنية موصولة أيضا لمحمد بن صالح آل سعد أيضا على هذا التضمير المميز. المركز الثاني وصلت جاه هناك لعبد الله بن غانم بن منصور السيف الخيارين. المركز الثالث، المركز الثالث وصلتنا صناعة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الرابع، المركز الرابع وصلتنا جميلة لسالم بن عبد الله بن سعيد العيدة. المركز الخامس، المركز الخامس ارتحال لمسفر بن حمد بن مسفر الشهواني. تابعته معنا الشحانية وهي تصل بسلام إلى خط النهاية، قاطعة المسافة في 6 دقائق 12 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لصالح بن حمد القمرة، والتهنية موصولة أيضا لمضمرها محمد بن صالح بن سالم النابت المري. المركز الثاني وصلت جاه، قاطعة المسافة في 6 دقائق 14 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك جاه عبد الله بن غانم بن منصور السيف الخيارين. المركز الثالث من وصلت في ثالث المراكز في هذه اللحظات، هناك صناعة قاطعة المسافة في 6 دقائق 15 ثانية 3 أجزاء من الثانية، صناعة لمالكها خليفة بن حمد بن خليفة العطية. تهاني